مختلف عليه مع إبراهيم عيسى. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مختلف عليه. في بلدنا مصر بيقولوا ما تبقاش يا أخي حنبلي بقى، أي لا تكون متشددا. لما الواحد يلاقيه متشدد مش حنبلي، هو رمز وعلامة ودلالة التشدد. فما هو نصيب ابن حنبل من هذه المقولة؟ هل الحنبلي هو المتشدد الذي لا يقبل بالاجتهاد؟ الإجابة نعم، نعم جدا، وعند البعض القليل الآخر لا. تعالوا نسمع معا هذه القصة. للفتن والحروب والصراعات المذهبية والعقائدية بين الحنابلة وخصومهم تاريخ طويل، والخصومة العقيدية هي خصومة في أصول الدين، وهنا نلاقي مشاكل كتيرة ممتدة بين الحنابلة وبين الأشاعرة. يا ترى عمرك سمعت عن حاجة اسمها فتنة ابن القشيري؟ دي بقى كانت قصة وقعت أحداثها في بغداد سنة 469 هجرية، بطلها أبو نصر القشيري. وتفصيلها أنه تفصيل الحكاية الواقع أنه لما قدم المتكلم أبو نصر عبد الكريم القشيري الأشعري إلى بغداد واستقر في المدرسة النظامية، عقد بها مجلس مهم للغاية يترأسه يتزعمه يا عمود، وهو القشيري عمود للوعظ والتدريس، واتكلم بطبيعة الحال على مذهبه الأشعري ومدحه، ونزل على الحنابلة نقدا وهجوما، ونسبهم إلى اعتقاد التجسيم في صفات الله تعالى. وده موضوع كبير قوي وخناقة كبيرة قوي في التاريخ الإسلامي، ربما لا يكون هناك مجال أو شأن للحديث عنه الآن، موضوع التجسيم ده. لكن لما سمع الشيخ الحنابلة أبو جعفر العباسي اتنرفز، اتضايق، غضب، تألم، وأنكر على القشيري فعلته وقولته، وجند جماعة من أصحابه بمسجده تحسبا لأي طارئ محتمل. القشيري التف حوله أيضا أصحابه والمتعاطفون معه، ولما سمعوا عرفوا، ولما أدركوا أن في تربص وترصد، وانضم لمساندته الشيخ أبو سعد الصوفي وشيخ الشافعية الشيرازي وغيرهما من علماء الأشعرية، وهجمت جماعة من أصحابه مسجد الشريف أبي جعفر، فرماهم الحنابلة بالطوب الأحمر، واشتبك الطرفان في مصادمات دامية قتل فيها في الخناقة دي 20 شخصا من الجانبين. تسأل نفسك ايه هو، فيه هو الخناقة على ايه، هو ليه؟ انما ده الاختلاف، ده الاختلاف الذي يتحول الى تطرف ويتحول الى عنف. واغلق اتباع ابن القشيري ابواب مدرسه النظام، وصاحوا للمستنصر بالله يا منصور يا منصور، طبعا بيقصدوا العبيدي صاحب مصر والي مصر وقتها، وكان غرضه من هنا التشنيع على الخليفه العباسي وانه ممالئ للحنابله، خصوصا ابو جعفر ابن عمه. هنا بقى اتفق كل علماء الاشاعره على الخروج من بغداد، قال لك مش قاعدين للحنابله، وفي مقدمتهم شيخهم أبو إسحاق الشيرازي. فلما سمع بهم الخليفة المقتدي بأمر الله أسرع إلى طلبهم ليصلح بينهم وبين شيخ الحنابلة أبي جعفر. قعدة الصلح دي اللي حضرها الوزير المكلف من قبل الخليفة بإنجاز المأمورية، ليه؟ عشان دول رايحين لنظام الملك، ده هتبقى مشكلة، ورايحين بلد تانية وعلماء بالكامل ومذهب بالكامل خارج طفشان. فقال أبو جعفر العباسي كبير الحنابلة فالس قعدة الصلح دي، خد بالك، وهو ينظر إلى الوزير، أي صلح يكون بيننا؟ إنما يكون الصلح بين مختصمين على ولاية أو دنيا أو تنازع في ملك. فأما هؤلاء القوم، بيكلم على الأشعرية الأشعرة، فإنهم يزعمون أننا كفار، ونحن نزعم أن من لا يعتقد ما لا نعتقده كافر، فأي صلح بيننا؟ طبعا فشل جلسة الصلح وانفض الاجتماع دون اتفاق. لكن في المحصلة احنا بنتكلم على ايه؟ كلما وصلنا الى نقطة التشدد في المذهب كلما ادركنا ما نحن فيه الان.
ما نعيشه الآن. ما نعيشه الآن هم زي ما عملوا الحنابلة في بغداد كده، الأشاعرة ناويين يخرجوا يطفشوا، يعني كأنه مذاهب بالكامل في الإسلام ناوية تطفش وتخرج من عنف تشدد الحنابلة في صورتهم الأخيرة بقى، اللي هي صورتهم الوهابية وصورتهم الداعشية وصورتهم السلفية الحاضرة الراهنة المطفشة الدافعة للخروج والهجاجان أصلا. في ظل الخلاف بين ابن حنبل والمعتزلة هنلاقي مواقف من السلاطين، انتصار أهل الرأي في مواجهة أهل النقل، وآخرين بينتصروا انتصارا مرعبا ومريعا لأهل الحديث في مواجهة أهل العقل. ابن حنبل رغم ما تعرض له من أذى وتنكيل ظل ثابتا على موقفه، وموقفه كان جامد على فكرة، موقفه الجامد المعارض لأي خيال وأي تأويل، ولا يحيد ولا يلين عن فكرة واعتقاد النقل قبل العقل، بل لا عقل في الموضوع. وروي عنه أنه عندما سأله رجل أصلي، بيسأله هل ممكن أصلي خلف من يشرب المسكر، واحد يعني أقدر أصلي وراء إمام بيشرب خمرة يعني لحظة ما بيشرب خمرة، قال له لا. فالراجل راح برضو بيطلب الفتوى مرة أخرى من ابن حنبل ملحا ومكررا، طب ممكن أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ يرد عليه ابن حنبل يقول ايه بقى، سبحان الله، أنهاك عن مسلم تسألني عن كافر؟ تعالوا نشوف التقرير ده ونسمع نعرف مع بعض. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المولود عام 164 هجرية والمتوفى عام 241 هجرية، هو رابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب المذهب الحنبلي، ولا خلاف في أنه أحد أقطاب علماء الحديث في عصره، لأن فقهه أكثر ما يبنى على الحديث، فإذا وجد حديثا صحيحا لم يلتفت إلى غيره، وإذا وجد حديثا مرسلا أو ضعيفا رجحه على القياس، لذلك هو يتمسك بظاهر الكتاب والسنة، ويرى أن القول بالرأي والتعليل والمقاصد تشريع عقلي بينما الدين إلهي. الحديث في عصر الإمام أحمد وهو المحدث كان في حاجة إلى تأسيس مشروعيته بوصفه مصدرا يساوي القرآن في الفقه والتشريع، وكتاب ابن حنبل المسند به قرابة 30,000 حديث. ولد ابن حنبل في بغداد، وقد كانت في ذاك العصر حاضرة العالم الإسلامي تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة، وكانت أسرة أحمد بن حنبل توجهه إلى طلب العلم. وفي سنة 179 هجرية بدأ ابن حنبل يتجه إلى الحديث النبوي في بغداد عند شيخه الواسطي حتى توفي، فظل في بغداد يطلب الحديث حتى سنة 186 هجرية، ثم بدأ برحلاته في طلب الحديث، فرحل إلى الحجاز وتهامة واليمن، وأخذ عن كثير من العلماء والمحدثين، وعندما بلغ 40 عاما تفرغ للتحديث والإفتاء في بغداد حيث الآلاف يجتمعون على درسه. اشتهر ابن حنبل بتعرضه لمحنة بسبب ما سمي بفتنة خلق القرآن، وهو خلاف عقائدي وقع في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون ثم المعتصم والواثق من بعده، إذ اعتمد هؤلاء الخلفاء رأي المعتزلة من أهل العقل أن القرآن مخلوق محدث، ولكن ابن حنبل وغيره من العلماء من أهل النقل خالفوا ذلك، فحبس ابن حنبل وعذب، ثم أخرج من السجن، وفي عهد الواثق منع من الاجتماع بالناس، فلما تولى المتوكل الحكم أنهى تلك المسألة وانتصر لأهل النقل واضطهد المعتزلة، وفي شهر ربيع الأول سنة 241 هجرية مرض أحمد بن حنبل ثم مات وكان عمره 77 سنة. بالغ أتباعه في إطفاء القداسة على شخصه حين قال فيه صاحب طبقات الحنابلة
من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. وكتب صاحب كتاب مناقب أحمد أن الإمام أحمد به يعرف المسلم من الزنديق. إذن الإمام بن حنبل كان يفتي بالمأثور ويلتزم به التزاما شديدا، فيحتوي كتابه المسند على 30,000 حديث، بينما مثلا على سبيل المثال الإمام أبي حنيفة النعماني الإمام الأعظم روى أقل من 30 حديث. أبو حنيفة 30، ابن حنبل 30,000. شوف الفارق الهائل الرهيب. ولهذا يعتبر ابن حنبل أحد أهم الأئمة عند أهل الحديث ومؤسس السلفية، لأنه كمان هو الذي يرفض بشدة القياس والرأي اللي هو إعمال العقل، خاصة في العبادات. ونبدأ بضيفنا المؤرخ الكبير دكتور محمد الحاج سالم. إذن دعوني أرحب بضيف الكبير الكريم دكتور محمد الحاج سالم مؤرخنا الكبير. أهلا بك فندم، منورنا. أنور ذاتك. من يعتبر ابن حنبل فقيها وإماما، وهناك من يعتبر ابن حنبل خارج دائرة الفقه أصلا، الطبري لا يعتد به كفقيه، يتحدث أنه صاحب حديث. يعني هو في الحقيقة محدث في الأصل، لكن يعني الظروف حدد بمعنى راوي حديث، أهل حديث، عالم بالحديث. لكن حين كان يجب أن يكون الحديث أو أن يصبح أو أن يغدو الحديث مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع الإسلامي، هنا يعني أصبح ابن حنبل فقيها وأصبح منظرا لهذه الإيديولوجيا الجديدة التي لا تسمح بالخروج على الحاكم، وتعتبر الشريعة السنة النبوية والحديث خاصة من يخول له وراثة صلاحيات النبي في التشريع، هل هو الخليفة أم هم العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء؟ الحل السلطة السياسية عليها أن تقول بمسألة خرق القرآن حتى يمكنها التشريع، لأن القرآن ناجز ومنتهي ويعني انتهى دوره. الفقهاء دوره بمعنى أن حتى التشريع من القرآن ده مش محط اهتمام منهم؟ هو لا يمكن أن نفهم القرآن لكن معانيه منتهية، وإذا أردنا اجتراء أحكام جديدة فإن السلطة السياسية هي التي تشرعه. هذا وقف ضده العلماء والفقهاء وخاصة أصحاب الحديث، ومنهم ابن حنبل. ومن هنا المعتزلة يا فندم انتصروا إلى أنه القرآن مخلوق، إذا هل انتصار للسلطة السياسية ولا انتصار لقدرة العقل على الاستنباط والاجتهاد والتشريع؟ هو في الحقيقة هي مسألة فلسفية محضة، يعني في مسألة كلامية بدأت للناس. هي مسألة كلامية، ويعني يمكن اختزالها بالقول أنه المعتزلة يثبتون صفات الذات الإلهية في ذات الإله، بمعنى أن صفاته ليست لاحقة على ذاته، وبالتالي القرآن لا يمكن إلا أن يكون مخلوقا، ولذلك علينا إعادة تأويله من جديد وإعادة قراءته من جديد، ونترك كل ما يخالف هذا المبدأ. لأنه في آخر الأمر القضية تتعلق بماذا في كل المذاهب؟ بإرادة طيبة في الحق، يعني هذا هو الأصل، إرادة طيبة في نشر ما يسمى بالعقيدة الصحيحة، يعني الأرثوذكسية وما يسمى بالسلوك القويم الأرثوبلاكسي، وبنشر النظام. كل المذاهب وكل الفرق غايتها في آخر الأمر هي خلق إيديولوجيا، بمعنى منظومة فكرية متكاملة تعتمد الكتابة والسنة والسلف الصالح إلى آخره، بغرض تمكين لنظام سياسي أو نشر السلم الاجتماعي أو فهدفه سياسي في الأخير. ولذلك هي إيديولوجيا. إزاي نظام سياسي يعتقد ويفرض خلق القرآن ونظام سياسي آخر يعتقد ويفرض أزليته؟ يعني ويبقى في فريق سلطة سياسية ترجح رأي المعتزلة وتحاول فرضه على الناس، وسلطة سياسية ترجح
وجهة نظر أهل الحديث والسنة وتفرضه على الناس وتنفي حتى المعتزلة وتطاردهم. المسألة سياسية أستاذي، المسألة سياسية، محض سياسية. يعني أنت هذا المحدث وهذا الفقيه وهذا الوعظ وهذا يعني الداعية وكل الوظائف الدينية يمكن إلغاؤها إذا اعتمدنا مسألة خلق القرآن. ليش؟ ما فيش يعني ما فيش لزوم، لن نحتاج إلى حديث النبي، لن نحتاج إلى سلوك الصحابة، لن نحتاج إلى يعني القياسات المنطقية، قياسات المنطقية هذا كله لا نحتاجه. وبالتالي امال مين اللي منوط بيه او منوط بيه القياس ومين منوط بيه الاستنباط؟ هيكون العلماء برضه. لا، التشريع هذه خاصية سلطوية، هذا يتولاها صاحب السلطان، صاحب السلطة، لا يتولاها العلماء. العلماء دافعوا على امتيازاتهم، دافعوا على ايديولوجيتهم، لانه فيها قطع ازلاق، يعني في اخر المطاف هناك ايديولوجيا راسخة عمل عليها يعني طوال قرنان أو ثلاثة قرون الفقهاء والعلماء الحديث إلى آخره، وتأتي يعني السلطنة وتلغي هذا كله بجرة قلم وتصبح مواجهة ابن حنبل. بالضبط، محنته كانت نتيجة هذا، لأنه تصدى لهذه الإرادة السلطوية، تصدى لها. ويعني رغم أنه هو من المعتقدين أنه لا خروج على الحاكم، يعني إزاي برضو الازدواجية دي تحصل تتحل إزاي؟ لا خروج على الحاكم، هذا لا ينفي أن التشريع هو من يعني عمل الفقهاء. أريد سيادتك يعني إيش هو الفرق بينما السلطة السياسية يعني تريد توطيد سلطتها ركوبا على الدين، خلينا نقول. بالتالي أنا أقول لابد من دراسة هذه الظرفية حتى لا نظلم الرجل، له ما له وعليه ما عليه. قل لي على ما يعني له ما عليه كده. ما له ما عليه. وإحنا بنتأمل تاريخ ابن حنبل من خلال مؤرخنا دكتور محمد الحاج، كيف ترى ما لي ابن حنبل وما على ابن حنبل؟ مثلا من الأشياء التي يمكن أن تكون له ومن محاسنه أنه لم ينظر للعنف مع المخالف، وأنه قبل كل الناس، تقريبا كل الناس، ما دام يؤمن بكتاب الله وبسنة نبيه فهو يعني عضو في الأمة مهما كانت أفكاره، إلا فرقة الجهمية، وهذا يعني يطول فيه الحديث، يعني لأنه فيها عنده أفكار يعتبره ابن حنبل يعني تخرج عن الملة. حتى الحاكم الذي سجنه لسنوات لم يكفره، وهو يقول بوجوب الطاعة، طاعة السلطة أيا كانت، أيا كان الحاكم برا أو فاجرا. يعني هذا مثلا يحسب عليه. لا يحسب عليه مثلا موقفه مما يسمى بالتدين الشعبي ومظاهر التدين الشعبي، هذا يعني زيارة الأولياء وزيارة القبور وبعض شطحات المتصوفة إلى آخره، رغم أنه على عكس الشائع كان من أنصار التصوف، بل هو كان متصوفا. الشائع ده جي منين يا دكتور؟ نعم، الشائع ده جي منين؟ يعني حاجة بتقدم لنا وجه لابن حنبل يبدو وكأنه ليس هذا الوجه المتشدد العنيف اللي هو ممكن نعتبره أبو السلفية في الواقع العربي الإسلامي. ابن قيم ينزل بعدها ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، كأنهم سلالة هذا الرجل. نعم. المفهوم العام حتى عندنا في الواقع العربي والمصري تحديدا أن الحنبلي يعني المتشدد. نفس الوقت بنلاقي الأزهر الشريف، عمر ما كان في شيخ أزهري حنبلي هو إمام للأزهر. شوف. يعني منين الشائع ده جي؟ طيب القضية دايما نرجع ونعود للسياسة. ما الذي وقع مع هارون الرشيد؟ هارون الرشيد أراد يعني أن يتقرب من الشيعة وسمى نفسه الإمام، بل عاهد بولاية العهد إلى الرضا، الإمام الرضا، قبل أن يتراجع. يعني هي محاولة سياسية بامتياز، أنه يحاول السيطرة أو يحاول خلق عصبية تقف معه وذات يعني بعد وعمق ديني هم الشيعة. لكن الشيعة صار فيه مشاكل بعدين وحبوا ينقلبوا عليه لأخيره، فيعني أبطل ذلك. المأمون مع قضية خلق القرآن مسألة سياسية كما قلت لحضرتك، ففشلت العملية، وكان يجب على الحاكم أن يجد عمقا شعبيا، وجده في الحنبلية، وخاصة بعد المحنة التي خرج منها أحمد وحنبل قويا كما يجب. كيف وصمت الحنبلية بالتشدد هذا بعد أحمد بن حنبل؟ تاريخ طويل
يمر كما أشرت حضرتك بابن تيمية ومواقفه المتصلبة وصولا إلى محمد بن عبد وصولا يعني إلى 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 ما نراه الآن. هل ابن حنبل بريء من تلاميذه، بريء من أحفاده الفكريين والفقهاء؟ شوف، الفترة اللي عاش فيها أحمد بن حنبل وما بعدها مباشرة كانت فترة قلاقل، فيها ضعفت الخلافة، وفيها يعني تم حتى استبدال مقر الخلافة من بغداد يعني، والخلافة ضعفت، وبالتالي شرعية الدولة وشرعية النظام الحاكم بدأت في الانهيار، وكان لابد من أن تولد إيديولوجيا جامعة للأمة. هذه الإيديولوجيا تحارب الهرطقات والبدع من وجهة نظر هرطقات والبدع من وجهة نظر لا خاصة ما تنساش أستاذي أنه كل المذاهب تقريبا والمدارس الفقهية كانت إيديولوجيات ذات غايات سياسية. يعني حاربت الشيعة مش لأنهم شيعة، لا، حاربهم لأنهم يريدون الاستيلاء على الحكم، محاربة يعني الجهمية أو محاربة المتصوفة إلى آخره، كلها ذات أسباب سياسية. وبالتالي هذه الفترة من القلاقل جعلت مذهب الحنبلي يتصدر المشهد، وهو الذي يتصدى إلى عدة يعني مشاكل على طول الأراضي الإسلامية، وصولا إلى منتصف القرن الثالث عشر وبروز أحمد يعني أحمد ابن تيمية الذي كان دوره سياسي بامتياز، تصدى لهجمات المغول مثلا، لا ننسى هذا، تصدى للمغول كما تصدى غيره، يعني لم يكن حكرا في التصدي، كانت يعني أبناء الأمة كلهم تصدوا بجنودها وشيوخها وأئمتها، لكن لما أتوقف عند حوادث التاريخ فيما يخص الفتنة، التطعم في بغداد، ضرب المذاهب بعضها، ليل أن الحنابلة طول الوقت هم عنوان الاعتداء على الآخرين، طول الوقت هم عنوان التشدد، يروحوا يكسروا المحلات والدكاكين ويعتدوا على المخالفين، هم اللي خلقوا ما يمكن نقول عليه البذرة الأولى للمطوعين الدينيين. لا يمكن أن يكون ابن حنبل وأفكاره وفقه بريئا من كل هذا، يعني نحن لا يجب أن نحاكم الرجل بمفاهيم عصرنا، يعني ذاك عصر له مفاهيمه، يعني هذا دكتور محمد، بس هم الآن يتحدثون يريدون يفرضوا على هذا العصر عصر ابن حنبل. احنا ما قلناش حاجه، تعالى نرجع نقعد في عيش ايام ابن حنبل ماشي، انما دلوقتي احنا مش في ابن حنبل، يعني هذه مساله اخرى. يعني المسالتين يعني فيه اختلاف، لما ندرس فكر الرجل ومن خلال سياقات عصره ويعني مساره الفكري وتطوره الى اخره، هذا الشيء، تداعيات هذا على الواقع اللي جاء من بعده وعلى المشاكل وكيف طوع فكر الرجل وكيف يعني انا اقول لك يعني حاجه بسيطه، لما احنا حكينا الان على ابن تيمية له نص يعترف فيه بانه لبس الخرقه، تعرف الخرقه نتاع المتصوفه، وانه من اتباع عبد القادر الجيلي الجيلاني او الكيلاني. تصور ابن تيمية العدو الاكبر للمتصوفه كان صوفيا. تقول لي انت ما هو راجل اكيد يقول لك تاب واناب وعاد الى الله تبرأ من الصوفية، وارد يعني فاش حاجة يقول كده أو مريدوه يقولوا كده. القضية أنه يتم انتقاء أفكار معينة ومواقف معينة سوى لأحمد بن حنبل وسوى لأحمد ابن تيمية، ويعني يلقى بها في أذهان العامة ويظن أن هذا هو فكر الرجل. يعني أحمد ابن تيمية من كبار فلاسفة الإسلام حقيقة، من درس ابن تيمية يعتقد اعتقادا جازما أنه من كبار العقول الإسلامية، يتم يعني اخذ بعض فتاواه، والفتوى غير ملزمه، تعرف حضرتك انه الفتوى هي مجرد راي. ده القتل باسم الفتوى ده فتوى ملزمه، هي يعني مربوطه بزمانها، مربوطه بشروطها، اذا انت في الشروط تبدا في الفتوى. ايوه بس هم يعني المعتدق الحنابله وتلاميذ ابن تيميه والوهابيين يعني مش مقتنعين بالكلام ده، يعني من اين ناتي بانه ابن حنبل هو ابن عصره؟ نعم. ومزاج عصره وأفكار عصره، بينما تلاميذه ثم وأحفاده ثم معتنقي مذهبه هم الذين يعتقدون أنه كل عصر وكل أوان هو عصر ابن حنبل وأفكار ابن حنبل وآراء ابن حنبل وفقه ابن حنبل. المشكلة ليست في أحمد ابن حنبل، المشكلة في هؤلاء الذين لم يفهموا ابن حنبل، لم يدرسوه كما ينبغي، ولذلك يعني مثل هذه الحصص هي يعني سبيل لكي يفهم الناس حقيقة
الأمر، هذا رجل ابن بيئته ابن عصره، له ما له وعليه ما عليه. أوكي، علينا الآن أن نجتهد حسب معطيات ومقتضيات عصرنا وحياتنا هذه. يعني لا نأتي برجل يعني متوفي منذ 8 قرون أو 9 قرون ونسقط أفكاره على عصر غير عصره هو. لو كان ابن حنبل يعني حيا الآن لتبنى أفكار أخرى غير التي بشر بها في زمنه. هذا لابد أن نعيه، ويعني يتعلق الأمر سواء بأحمد بن حنبل سواء بأحمد بن تيمية ولا حتى محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب في عصره كان يعتبر مصلحا بشروط عصره في ذلك الزمان، زمان قبلية وتناحر وعصبية، ثم صفقة تاريخية مع آل سعود، والسياسة دائما تعود يعني من جديد في توظيف حيث بدأت واضح أنه إحنا يعني دكتور محمد الحاج سالم بيدعو الحنابلة لإعادة النظر في ابن حنبل مرة أخرى، أما نحن فنرى له وما عليه، إنما الحنابلة لا يروا إلا ما له فقط. شكراً جداً في عصرنا هذا، دكتور محمد شكراً جداً. وإلى ماذا يقول الحنابلة عن أنفسهم وعن الرجل، دعنا نذهب إلى الفيديوهات لنرى ونعلق. إذن تعالوا نسمع من وعن ابن حنبل الحنابلة كيف يتحدثون إلينا عبر مئات السنين، لكن في فيديوهات. تعالوا نشوف. أن يقول الشافعي هو لا يصف بالفقيه وإنما يصف بالإيه؟ يعني مش بيقول أحمد فقيه، أحمد فقيه ده شيء مسلم به، لكن أحمد إيه؟ إمام في الفقه، واضح؟ وكان يرجع إلى أحمد يسأله عن الحديث. وطبعا أحمد رحمه الله ليس مجرد حافظ للحديث أو راوية فقط للحديث، وإنما رجل فقيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة، فكان مذهبه مذهبا جليل القدر، لأنه يجمع بين الأثر والعقل للرأي والقياس، إلا أن تغليبه للأثر أكثر، ويمتاز بميزة لا تكاد توجد في مذهب آخر بهذه القوة والحضور، وهو كثرة آثار الصحابة. الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، ومعنى 1000 حديث كما ذكرت لكم يعني ما يشمل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة اللي هي الآثار الموقوفة على الصحابة، وكذلك أقوال التابعين، وما يشمل طبعا تعدد طرق الحديث. فالإمام أحمد هو أعلم الناس بالإجماع، أعلم الأئمة الأربعة بالإجماع بآثار الصحابة رضي الله عنهم. أنت عارف 1000 حديث ده يعني كم؟ يعني 1000000. المفروض أن ابن حنبل حافظ 1000000. ومن الحاجات اللي مقدمها الرجل متفاخرا بمذهبه، يعني اللي هو الشخص الحنبلي اللي بيتكلم والشيخ الحنبلي اللي بيتكلم، انه المرويات والمأثورات عن الصحابة، ودخل جملة الفقه الحنبلي. انما امراح يسأله في الحديث، يعني هو بيتكلم بيحكي عن قصة ان الشافعي قال، مش بس فقيه، ده امر مسلم به، وهو بالمناسبة مش امر مسلم به ان ابن حنبل فقيه، وهناك من يخرجه من زمرة الفقهاء ويكلم بس عليه كمحدثين بتوع أهل حديث يعني، إلا أنه يقول لك بعد ما هو إمام في الفقه راح سأله في الحديث مش في الفقه على فكرة. لكن عموما مرة أخرى، صناعة الهالة، التفخيم والتبخير كده لحالة ابن حنبل عشان العامة والعوام والناس كلها تتعامل مع شخص مقدس، مش شخص يؤخذ منه ويرد، أو إنه أصاب وأخطأ، أو إنه شأنه شأن حتى الأئمة الآخرين، لا، هو مقدم طول الوقت فوق الجميع. نشوف. فأحمد كما ذكرنا كان قد شد قيوده بتكة سراويل، الحبل الذي يشد به وسطه ويربط به السراويل، لما ثقلت عليه القيود علق الحبل هذا في القيود أيضا، فلما جاء يضرب وليس عنده تكة فسقط سرواله، فكاد ينتهك رحمه الله تعالى بأن تظهر عورته، ولكن الله تعالى ستر. بعض الروايات يقولون خرجت يد من ذهب فأمسكت السروال، والبعض يقول أن السروال ارتفع لوحده، والبعض يقول أن هناك يعني فجأة السروال ارتفع ثم وضب،
ومثل هذا لو صح الإسناد إليه فنحن لا نكذبه، لأن هذا مثل هذا ممكن، ولا حجر على قدرة الله عز وجل، والكرامات ثابتة. وأحمد حري بأن يكون هذا شأنه، لأنه نصر الله فنصره الله، ولأنه ستر هذا الدين حيث لم يصبر على انتهاك شيء من حدوده، فحري بمثل هذا أن يكون جزاؤه من جنس عمله، فيستره الله ولا ينتهك أبدا. خد بالك من هذا التعبير، سطر الدين. أحمد بن حنبل سطر الدين، كأن الدين الإسلامي كان في حاجة إلى ابن حنبل كي يستره، وكأنه لم يكن مستورا. ثم مع احترامي طبعا وتقديري ومحبتي للجميع يعني، ومنهم الإمام ابن حنبل، راجل هو بيحكي هذه الحكاية اللي هو بيقول انصحت يعني، إنما المطلوب منها أن احنا كلنا تقشعر أبداننا يعني رجفة ومحبة في ذات الوقت لابن حنبل. ليه بقى؟ لأن هو مشدودة سراويله والقيد، فيرتدي القيد فالبنطلون هيقع اللي هو لابسه، السروال بتاعه، فتنكشف عورته، فتيجي بقى يده من ذهب في رواية تيجي تشيل، مش عارف هو ارتفع لوحده تشيل. طب في حاجة أسهل من كده؟ ما كانش وقع يعني، الموضوع بالمعجزات يعني، ما كانش البنطلون يقع ولا حاجة، وما كانش محتاجين لأيد ذهب ولا أي حاجة خالص، تبقى المعجزة إن البنطلون ما وقعش يعني، كان معجزة أسهل حتى يعني وأبسط، إنما هو المطلوب كده تقديم الأمر كله، وكأننا إزاء معجزة اسمها أحمد بن حنبل. ليه؟ عشان تبقى حنبلي. ليه؟ عشان توافق على ابن تيمية. ليه؟ علشان تمشي ورا محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ عشان تبقى سلفي. ليه؟ عشان تبقى مطوع. ليه؟ عشان تلغي عقلك ودماغك. ليه؟ علشان تبقى رافض اي اعمال للاجتهاد وللعقل. ليه؟ عشان لما يقولوا لك اسمع وتطيع تسمع وتطيع. ليه؟ عشان ترفع السلاح وتقتل وانت مطمئن انك انت بتنفذ تعليمات إلهية، وانك ربنا هو اللي بيقول لك الكلام ده، وانك بتستر الدين. ربنا يستر علينا جميعا. يلا للضيف القادم. إذن دعوني أرحب بضيفي دكتور أحمد محمد سالم، أستاذ الفلسفة الإسلامية. أهلا بك دكتور، منورنا. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. كيف ترى من باب دراستك وعلمك موقع مذهب ابن حنبل قياسا إلى المذاهب الأخرى؟ لماذا نعتبر حتى في الفهم العام أن ابن حنبل هو المذهب المتشدد، هو المذهب الذي لا يمكن أن نعتبره هذا هو مذهب انفتاح فكري، أو أنه مذهب مولد للتسلف وللتطرف؟ أين ابن حنبل من بقية هؤلاء الفقهاء والأئمة؟ هو الأول لازم نكون الأمور واضحة قدامنا، أن مذهب ابن حنبل تخلق في ظروف الأزمة، أزمة الصراع بين العرب والفرس، أزمة الصراع بين الإيمان والزندقة، أزمة الصراع بين أهل الرأي وأهل الحديث. مذهب ابن حنبل كان المذهب الأخير اللي ظهر في الحضارة الإسلامية بعد المذاهب الثلاثة الأخرى لأهل السنة، وبالتالي هنا يعني المذاهب الثلاثة دول ما حلوش المشاكل الثلاثة دول سلفا؟ لا، هو مذهب أولا هو ما أحمد ابن حنبل محدث أكثر منه فقيه، وحينما كان يكتب عنه يطلب منه أن يكتب عنه الفتوى كان يرفض ويقول قد أقول الساعة شيئا وأتي بعد ذلك لأغير، ولذلك لم يترك أحمد بن حنبل كتب في الفتاوى الفقهية، فقد المسند، والمسند كتاب في الحديث، لكن تصميمه على أن السنة هي اللي تسود جعل منه كمحدث فقيه. الأمر الثاني أن كان ابن حنبل ممكن يكون محدث زي البخاري مسلم مثلا وينتهي وضعه، لكن المحنة صنعت من ابن حنبل فقيه له أتباع يدونون عنه ما قاله من فتاوى، ويدونون عنه ما قال من آراء، رغم أن الكوفي ما بعد المحنة يعني لم تنتهي حياته بالمحنة. لا، هو بعد المحنة اللي حصل أن أتباعه صاروا أكثر عنفا. فعلى مستوى الشارع لازم نميز في الحنبلة بين ثلاث مستويات. الحنبلة رواة الحديث والزهاد، يعني عبد القادر الجيلاني كان من الحنبلة. الحنبلة الفقهاء
اللي كانوا في الشام زي أبو الفرج بن الجوزي، حنبلي وصوفي. آه نعم. أبو الفرج بن الجوزي وابن القيم وابن تيمية ظهروا في حنابلة دمشق. والحنابلة على مستوى العوام اللي بيصيروا الحزب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتطوعين. المتطوعين دي ظهرت، دول ثلاث مستويات، ده ثلاث مستويات في الحنابلة. خلينا نبدأ من المشهد الأول. الصراع الثلاثي بين ثنائيات ثلاثة، ثنائية عرب وفرس، ثنائية إيمان وزندقة، ثنائية أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي ده المنتج أو أهل العقل، ده المنتج اللي خلى أحمد بن حنبل متشدد. يعني صراع أهل الرأي وأهل الحديث سابق على ابن حنبل، ولا ابن حنبل مؤسس سابق على ابن حنبل؟ إزاي بقى يا فندم؟ أيوة فضل. أنت لو شفت محلة خلق القرآن، هل هي وليدة لحظة المأمون أم سابقة على المأمون؟ محلة خلق القرآن كانت موجودة في العصر الأموي، كان بيقول بها جانب بن صفوان وغيلان الدمشقي وعمر المقصوص وسعيد بن جبير وغيره، بس ما تبنتهاش السلطة السياسية. لا ده مش بس كده، ده السلطة السياسية لما جت تقتلهم ما قتلتهمش لأنهم خرجوا عليها، لأنهم قالوا بخلق القرآن بمباركة فقهاء العصر، لأن دولة الأثر والسلفيين هي دولة بني أمية اللي هي التماسك البنيان العربي بالنص بتقديس الكتاب والسنة. يعني لو احنا قلنا ان واصل ابن عطاء ظهر في العهد الاموي، ومع ذلك واصل ابن عطاء ما تعرضش للاضطهاد لانه ما قربش للمعارضة السياسية ولا اتهم بخلق القرآن. المعتزلة كان في علاقة بين عمرو بن عبيد والمنصور، ما كانش فيه مشكلة، كانوا متأمنين سياسيا يعني. كانوا متأمنين، واحد متأمن سياسيا واحد مظهر ملوش في السياسة، واحد معرفي، واحد متأمن بانه في حد يعني بعيد عن المعارضة، بعيد عن المعارضة السياسية. وبالتالي السياسة ما جت تقتل ما قتلتش بأمر مرتكب الكبيرة، لأن بني أمية كلها كانوا مرتكبين كبيرة، وبني عباس كانوا مرتكبين كبيرة. التحول اللي حصل أن مدرسة العقل في الإسلام، يعني أبو حنيفة كان بيتهم أنه هو قال بخلق القرآن، ولذلك المتشددين أبو حنيفة مش حاجة ما اتهمش بيه طبعا التشيع بس لازم تلاحظ أثر العرق في إنتاج الفقه هنا. إن أبو حنيفة كان راجل أصوله فارسية وخد بالرأي، لأنه مساحة الرأي ممكن تدي مرونة للفقه مع الواقع، وبالتالي فقه علاقة العرق بالموضوع عرق العرق يعني؟ لا، العرق العربي أكثر ارتباطا بالسنة، العرق العربي أكثر ارتباطا بالسنة وارتباطا بالأثر، وبالتحديد العرق البدوي. السنة هنا معنى الحديث ولا معنى النبي؟ لا، الحديث عن الرسول، الحديث عن الرسول، لأن الحديث هم شايفين أن التعلق بالحديث هو تعلق بسلطة الرسول عليه السلام في عملية التشريع. أولى بده الشيعة اللي هم بيعتبروا نفسهم أنصار آل البيت، وما يعني لا يعني مثلا وعندهم حديثهم وعندهم الكافي بتاعهم، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. من عظم أهل الحديث عظم في عين الرسول، ومن رد أهل الحديث سقط من عين الرسول. فربطوا بينهم وبين كلام الرسول، وبالتالي هنا الصراع كان قائم بين الاثنين، بين أهل، بين دعاة الرأي ودعاة الأثر والسنة. الصراع كان قائم بين الزندقة وبين الإيمان. بمعنى إيه؟ المعتزلة ظهروا الدفاع عن عقيدة الإسلام ضد الزندقة ما كانش يستلزم الالتحام بالنص، فمدرسة المعتزلة كانت كفيلة إن هي ترد على الثانوية وأصحاب والأديان الفارسية بالعقل، وده السبب اللي خلى المأمون يطرح لهم أفق خاص بيهم. كمان الصراع بين الأمين والمأمون، الأمين انتمائه عربي والمأمون انتمائه فارسي، وكان المأمون يميل للعرق الفارسي لأنهم نصروه على أخوه. بس أنا قريت الأمين والمأمون من ناحية تانية، هلاقي المأمون المنفتح المتسامح المثقف الراجل بتاع الكتب والمكتبات بتاع المثقفين، هو كان وهلاقي الأمين يعني بتاع النزق وبتاع الانحراف الخلقي حتى. يعني لاحظ إن العصر ده كان عصر اختلاط الأجناس والثقافات، لأن ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، هي حاجة كويسة في حدود، لأن الحكم العربي أما كان بيحتمي في العصر الأموي كان بيحتمي بالعرق العربي، وكانت حركة العنصرية دي المفروض ضد الإسلام يا فندم موجودة ماشي. أما جه المنصور حصل شيء في تغير تاريخي خطير، إن ابن المقفح أو حاله إن الدولة تكون
تكون حامية حمى الدين، وإن الدولة المفروض ما تسيبش الفقهاء هم اللي يحركوا المجال العام. فالصراع اللي حصل بين الأمين والمأمون أعلى من شأن الحنابلة في السيطرة على العوام، ودي كانت مشكلة بتواجه المأمون لدرجة أنه تأخر في دخول بغداد فترة لأن الناس كانت متضررة بسبب مقتل بعد انتصاره على الأمين. فهنا بعض المفكرين المعاصرين بيقولوا أن الأمين استخدم المأمون استخدم المعتزلة بمشكلة خلق القرآن في مواجهة الحنابلة، وأن المعتزلة دفعوا الثمن، وإن المعتزلة ما كانوش دمويين بالقدر اللي هو كانوا به بيقتل اللي قائلين بخلق القرآن في العصر الأموي بمباركة الفقهاء. بعض الناس عذبت وتفتش في عقائدها في عصر المأمون، لكن ده كان ناتج على سيطرة الفقه على المجال العام. الفقهاء وخاصة الحنابلة عندهم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده مبدأ أساسي فيما عدا السلطان، لأن سيف السلطان يسبق ألسنتنا. ففي خطورة في مواجهة السلطان وفي مواجهة الدولة، ابعد عن السلطان وتحرك على مستوى الايه المجال العام. وبالتالي كانت سلطة الحنابلة على المجال العام كانت عالية، كانوا ممكن يروقوا الخمر في الشوارع، كانوا إذا كانت مغنية بتغني يضربوها، إذا كانت واحد ماشي مع واحدة يسائلوهم، إذا لقوا بيت فيه فسق لازم يتأكدوا يخشوا يعدلوا أوضاع فكرة الفضل، يضربوهم طبعاً عليهم يعني مش عدلوا ولا طبعاً. فهو يعني أثر العوام الحنابلة هم دولت اللي كانوا مؤثرين جداً. سنة 323 عملوا حاجات كتير جداً في بغداد، لدرجة أن واحد اسمه البربهاري كان أتباعه بيعملوا كل حاجة، الشرطة قالت لو اتنين حلبنا اجتمعوا هنسجنهم. هنا الأمر أما تم أن ابن حنبل كان شايف أن المعتزلة أبناء سبايا، وأن الموالي دولت هم اللي حيفسدوا الإسلام وهم اللي هيسلموا برضه الإسلام. كلام عنصري برضه ده يعني كلام شعوبي، ما هو صراع بين بين العرب والموالي اساسي في العصر ده، وكان بيحرك كل حاجه. وبالتالي وكان يعني اما يجي يقول ايه ان الرسول قال ان من الايمان حب العرب وان بغض العرب نفاق، ولا تقولوا كلام اراذل الموالي انه لا فضل لعربي، ده كلام موجود لابن حنبل. أراذل الموالي لا تقولي كلام أراذل الموالي اللي هم ده في القرآن، نعم العربيين على العجمين إلا بالتقوى، يعني هو يعني تفضيل العربية موجود عند الشافعي وموجود عند ابن حنبل. وهم دول الأصولية، وهم دول يعني حصاد الشوك، هم بيعتبروا نفسهم سدنة الإسلام. يعني ما في النهاية العنصر العربي بيعتبر أنه سدنة الإسلام. مذهب السلفي عاوزك دايما تاخد بحرفية النصوص دون إعمال للعقل، لأن قضية خلق القرآن فيها مسألة خطيرة جدا. ممكن نشرح خلق القرآن للمشاهد غير المتخصص؟ هي قضية خلق القرآن ظهرت إزاي؟ الجماعة المسيحيين بيقولوا إن المسيح بنص القرآن كلمة من الله وروح منه. إذا أنت قلت كلمة الله قديمة يبقى المسيح قديم. فالمعتزلة قديم بمعنى إيه؟ قديم بمعنى أزلي، موجود منذ الأزل، لأنه كلام الله قديم. صحيح. فإذا أنت قلت إن كلمة الله قديمة يبقى المسيح قديم، يبقى أنت قريت الأرثوذكسية المسيحية. فهم قالوا عشان ينزهوا ربنا، قالوا إن القرآن محدث، يعني تم تنجيمه في الزمن على مدار 23 سنة، وكون القرآن محدث لا ينفي قداسته. وبالتالي هنا أتاحوا للعقل البشري التفكير في نصوص القرآن بشكل مختلف، لأن هنا هتبقى في قدر من أما تقول إن القرآن قديم يعني القرآن متجاوز تم للتاريخ وكامل وكل حاجة قبل ما ينزل لنا، يبقى خارج التاريخ. أما تقول القرآن حادث يبقى القرآن واحدة راحت قالت للرسول ربنا بعيد فأناديه، ولا قريب فأناجيه، فنزلت الآية القرآنية، واحد سأله عن الروح نزلت الآية عبس وتولى، وعبس وتولى. يبقى هنا القرآن رسالة استجابة السماء للأرض، وإذا كان حركة الأرض متطورة فإن
تطور نزول الآيات وننزل بأسباب النزول وننزل بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وتطور التشريع. فهنا يفتح الاجتهاد والعقل والتفاعل مع النص يفتح شيء خطير. أما أنا دلوقتي أما تيجي تقول لهم المتشابه في القرآن للحنفي ما فيش كلام فيه. فنيجي نفتح كتاب الزمخشري في البرهان نلاقي الزمخشري بيقول إن المتشابه هو الجانب العظيم في القرآن لأنه يقضح زناد العقل في تجديد الرسالة في تطور الزمن. إن تسيير السياسة استخدامها للفقه والمطوعة أما قهر حركة الاجتماع استحالة تقدر تسجن حركة الاجتماع دلوقتي اللي تصدر لمصر في فترة تاريخية من السبعينات لينا بيتراجع في الأصل في البؤرة الأصلية لأن تراجع في السعودية تقصد المذهب ضد تطور وحركة المجتمع المذهب ده بالذات وطول الوقت التاريخ بيقول لنا حركة المجتمع اللي بتكسب على عكس كل الاعتقاد. يعني كل الفتاوى اللي ضد العلم انتهت وماتت واستمر العلم اللي طبعًا. ضد نقل الأعضاء اللي ضد حتى التلفزيون اللي بيحرم الحنفية كل ده انتهى والبشرية تجاوزته واستمرت في مسارها والفتاوى كانت موجودة طبعًا. في أضابير التاريخ هو دعا للسخرية أحيانا ما طلعها من كتب. دلوقتي على فكرة أكتر حاجة تنال من الإسلام إنك تطلع أجزاء شاذة من الفقه وتعرضها فيتحول الدين لمسخرة يعني ما تقول ده الدين يبقى مسخرة ليه؟ لان حاجات ما ملهاه طبعا بس على فكره الامام احمد بن حنبل خرج مستفيد من المحنه. ليه خرج مستفيد من المحنه؟ لو ترك الامام احمد بن حنبل لكان هيدور له فقه ولا كان هيكون له ادعاء. يعني تقول ان الفقه الحنبلي صنعته المحنه طبعا والحنابله انتاج المحنه انتاج وصناعه طبعا واستمرارهم في التاريخ كمان كان مرتبط بالمحنة يعني وهم استغلوا عودة الاضطهاد دي بعد كده طبعا كانوا عناف هم عملوا ايه؟ هم حرقوا معظم أعمال المعتزلة بعد كده وبقوا يضطهدوهم وموتوا ناس فيهم كمان اضطهدوا المعتزلة حتى تقريبا الإفناء ده انت دلوقتي انت تعرف يعني من الحاجات الغريبة جدا والأخيرة بقى ان إرث المعتزلة اللي حافظ عليه الشيعة إن المعتزلة كانوا أكثر تأثيراً في الشيعة والشيعة الزيدية والخوارج أكثر من أهل السنة لأن أنا كان المعتزلة جماعة المعتزلة عقيدة مش فقه عقيدة وهم المعتزلة فاتحين على مذهب الإمام أبو حنيفة زي الرأي طبعاً أكيد بس الرأي طبعاً أقرب على طول وأما تشوف بقى كلام مثلاً ابن الجوزي على الإمام أحمد بن حنبل لولا وقوف الإمام أحمد بن حنبل لسقط الإسلام من ما فكركش ده بحكاية إن جماعة الإخوان هي التي حافظت الإسلام ما هي أي حاجة في الإسلام النص بيتكرر تاريخيا على فكرة تاريخياً. أشكرك جدا جدا دكتور أحمد محمد سالم أشكرك للغاية لعب. وإلى الخلاصة الخلاصة إذن يتحدثون دائما عن محنة ابن حنبل ويقدمون ابن حنبل في ثباته وقوته وصلابته وصبره على المحنة وعلى البلاء ده باعتباره أمرا عظيما وجللا يؤكد صحة فكر الرجل مذهب الرجل قناعات الرجل يجوز لكن أليس هناك أيضا من تحمل محنة ومحنا ضخمة وهائلة وفظيعة ورهيبة ولم يكن حنبليا بالمرة؟ أليس كل الأئمة بما فيهم أبو حنيفة تعرض إلى محنة؟ ألا أقول لكم أن هناك من الإرهابيين ممن يعذبون بالفعل يعذبون تعذيبا وحشيا ولكنهم يصممون على آرائهم وأفكارهم وفكرهم واعتقادهم ولا يعني ينثنون ولا ينحنون أمام هذه المحنة؟ ألا أقول لكم أن هناك من اليساريين والماركسيين من تعرض لتعذيب لا يطيقه بشر لكنهم لم يتناذلوا ولم يتراجعوا ولم ينحنوا وظلوا على ماركسيتهم أو على يساريتهم أو على اشتراكيتهم أو على ناصريتهم؟
بل أقول لكم أن هناك من يعذب وعانى وتألم لأنه ملحد، لأنه ألحد، ومع ذلك استمر على إلحاده صلبا وقويا وعنيدا ومثابرا في الدفاع عن إلحاده. إذن المحنة ليست دليلا على الصوابية ولا على صحة الموقف، وقدرتنا على التحمل الظلم أو التعذيب لا يعني أننا على حق، يعني أن الظلم شيء ممض وممرض ومؤلم ومرفوض ومستنكر ولا بد من إدانته، لكنه لا يعني أبدا أن من يقع عليه هذا الظلم أو تلك المحنة على حق بالضرورة. أشكركم وألتقي بكم بإذن الله في مختلف عليه في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.